دير شحال فيها ديال فيها الفلوس؟ شحال فيها تقريبا؟ فيها مليار. مليار مليار. وانت شنو المعلومات اللي عندك عاوتاني على العقارات؟ شنو اللي عندك؟ العقارات اللي عنده ما تلحقها ما دير حتى حاجه. في 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 البلادات، فيها الديور، فيها الفيلا. قال لي شنو بغيتي تعرف دابا؟ قلت له ما ودي غير قمرت عليهم. قلت له ما ودي دروية المدينة، دروية المدينة، دروية المدينة. يعني كتقول لهم المدينة اللي بغيتي انت. اللي بغيت. اييه. شنو نقول لهم دروية المدينة دروية. دازت 24 ساعة رجعت عندهم، طلعت لي في هرهورة، طلعت لي في تمارة، طلعوا لي جوج في الرباط، وطلعوا لي أراضي أخرين. قانون لمشيت عند القانون خص الفلوس، وكينا ما عنديش. تنطلب من الناس ومن من الأستاذة ليلى وأستاذة زينب وقفوا معايا، ما عنديش. راه ربي اللي عالم وعارف. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تنتواجدوا في مدينة تمارا. تلقينا اتصال من عند الأخت نزهة. أخت نزهة عندها حوالي 54 سنة. أعطاها ربي جوج ديال الوليدات. عندها الزوج توفى سنة 1990. توفى الزوج ديالها عانات، كتخدم في قهوة، القمة في الفقر. القمة في الفقر. والغريب في الموضوع أنه الأب ديالها توفى في شهر 8، وهو شخصية معروفة من المستثمرين الكبار. مشاهدينا الكرام، الإشكاليات الكبرى اللي في هذا الموضوع أن الإخوة ديالها لهم رأي آخر. تبعوا معايا. نزهة، عاودي لي من الأول القصة ديالك. القصة ديالي، مات راجلي الله يرحمه، حيت حق الله خدمت على وليداتي. ملي خدمت على وليداتي هنا 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 هنا، من مات ملي سمعت توفى با، دوروا لي التليفون، قالوا يا ربك مات. مشيت درنا الجنازة، درنا كل شيء. وصلت 3 أيام، قالوا لي أخوتي هبطي معنا الصالة. هبطت الصالة أنا وخوتي، لا غير أنا وخوتي. هدروا معايا، قالوا لي راه نعطوك كل شيء وهادي 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 وهادي. أنا طقت. أختي قالت لي شوفي والله ما ناكلك، والله ما ندير، والله ما نفعل، والله ما نترك. قلت لها آمنة بالله. وصلت سيدي الجمعة الأخرى، دوروا لي التليفون، قالت لي تاكلي كسكسو. مشيت يلا الدغمة الأولى كليت، ووقف خويا. قلت مالك فهد؟ قال لي يلا 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 تليني على واحد الورقة. قلت لي ما ندير لا كارت لا والو. قال غير يلا. مشينا، سينيت ليه، جيت للدار، قال لي سينيتي؟ قلت لي سينيت. قال ما عرفتيش على سينيتي؟ قلت لي ما عرفتش على سينيت. قال لي مزيان. بقيت نشوف فيه. في العشية جينا في حالتنا للدار. جيت للدار هنا، وصلت له 3 أيام ولا 4 أيام ويدور لي التليفون. قالوا لها، قلت لها كي داير اش خبار؟ قلت لها، قال لي لاباس. قال لي مشيتي المقاطعة؟ قلت لها مشيت نسول على راسي. هذيك الورقة اللي درتي لي ديالاش؟ غير انت سولتي على راسك؟ سولتي على راسي ولقيت وكال ديك ديال البنكة. واش انايا مسافرة ولا خارجة برا باش ديري لي هكا؟ علاش؟ ويقول لي ها انت دابا درتي هكا وهانا معك. هي ديك سكتت. دازت واحد المدة هنايا، جا خويا ابراهيم، جات فاطمة عندي هنا، بداو يهضروا معايا هادي 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 هادي. بقيت نشوف فيهم. قايل بغيتي تسيني؟ غتسينين على واحد الورق، واحد الارض هكا غادي يبيع لنا داك السيد وتسيني وهادي. قلت انا ما نسيني على حتى شي ورقه، ما بقى نسيني على حتى شي ورقه، وما عطيتش لا كارد ديالي. داروا لي هكا، قلت لي هكا. قايل الله يعاونك. قلت لي الله يعاونك. هاد الدار اللي ساكنه فيها انت ديال من؟ ديال با الله يرحمه. ديال با الله يرحمه، عطى لي في 2013. باقا في سميتو؟
بقى بسميتو. ودابا شنو قالوا لك عليها؟ قالوا لي هاد الدار هادي تخرجي منها. قلت علاش غنخرج منها؟ عطاها لي با. هاد الدار عطاها لي الوالد ملي مات الوالد، نادو خوتي قالوا لي هاد الدار تحيدي منها. قلت لها ما عنديش ما فعاليش، كيفاش نحيد منها؟ وبا اللي عطاها لي، علاش نحيد منها؟ يا هذيك مشاو شويه شويه، جاو قالوا لي خصك تكتبي معانا وديري معانا. قلت باش نكتب معاكم؟ ما عندي ما نكتب لكم. الورقه البنكيه اللي سنيت عليها صافي، ما عندي ما غنسيني لكم. هذيك الورقه ديال البنك شنو درتي ليها؟ الوكاله البنكيه صافي الغيتها، الغيتها. ومنين جا خويا من فرنسا وجاب الورقه ديال الانتريت باش غادي يعطيهم الورقه ديال الانتريت باش يطلقوا لنا فلوسنا، غيسمع بالنا راه صافي سديت ليه انا حيت من تما كنايا، ويقولي لا ما غاديش نعطيكم حنايا، ما عاطينكم حتى شي حاجه. قلت علاش؟ قال لي شغل شغلك هذاك. هاد الخوت ديالك شحال هما من واحد؟ هما ثلاثه فهد. لا المهم ثلاثه الخوت. ثلاثه الخوت. واخ هاد البنك اللي كدوي عليها ديال باك، ديال با الله يرحمه، شحال فيها ديال فيها الفلوس؟ شحال فيها تقريبا؟ فيها مليار. مليار 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 اللي قالوا لي صحاب والحقيقيين مليار. واخ وانت شنو المعلومات اللي عندك عاوتاني على العقارات؟ شنو اللي عندك؟ العقارات اللي عنده ما 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 تسحقها ما دي حتى حاجه، في 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 البلادات، فيها الديور، فيها الفيلا، فيها. ولكن خوتي ما يعطوني حتى شي حاجه. انت هذيك المده كلها ملي بغيتي تتزوجي في الاول، علاش هاد الخوت ديالك العلاقه ديالك معاهم ماشي هاد العلاقه ديال خوتي بيني وبينهم؟ النهار اللي تزوجت براجلي جا خطب من الدار وداك الشيء، يا دكريت كرا لي يا راجلي هو تيخدم، انا جالسه في الدار. وعنده مرا اخرى باقا معاه؟ لا سيدي ما عنده حتى شي مرا اخرى. لا ولكن قلتي راجلك انت كان مجوز ديك الساعه ولا مطلق؟ لا كان مطلق، عنده ولد وبنت لا غير. تزوجتي بيه؟ تزوجت بيه، كان يضحك معايا تيلعب معايا تيعطيني، الله يرحمه ويستر عليه. ولكن خوتي دايرينها. وانت ملي مات الراجل قلتي لي مشيت تنخدم، فاش خدمتي؟ خدمت في القهوه، تنغسل سيدي الماين، خدمت في القهوه تنغسل الماين، تنجري هنا تندير هنا حتى كبر وليداتي. ودابا هادشي باقي مازال ما فرقوه ولا باقي ما عطاوني حتى شي حاجه؟ هما فرقوا شي حاجه ولا ما داروا؟ هما تياخذوا فلوس ديال الكرا ديال الديور. شحال تقريبا هاد الفلوس؟ تقريبا واحد جوج المليون ولا ثلاثه. عاد داكشي ديال الفيلات وداكشي ديال الديور الاخرين اللي ما عارفاش انا يلعن الله شحال. انا غادي نبقى معاك في الاخير باش نخليك تكملي لي الختم اللي بغيتي. مشاهدينا الكرام غادي نشوف الابن ديالها سعيد عنده مجموعه من المعطيات في الموضوع. سمعتي الوالده؟ انت كيفاش شفتي هاد الامور؟ شنو اللي درتي وباش وصلتي لهذا الشيء وجمعتي هاد الوراق ومشيتي للمحافظه قلتي ليا ولقيتي داك الشيء كثير؟ كيفاش؟ السلام عليكم. انا مشيت سولت الناس قالوا لي ودي سير المحافظه. مشيت للمحافظه كنت جامع شي فلوس، مي مشيت للمحافظه طلبوا مني الوثائق الاصليه ديال الوالده ديالي، جبتهم ليهم. مني جبتهم ليهم قال لي شنو بغيتي تعرف دابا؟ قلت لهم ودي غير قمرت عليهم، قلت لهم ودي دروا ليا المدينه، دروا ليا المدينه، دروا ليا المدينه. يعني كتقول لهم المدينه اللي بغيتي انت؟ اللي بغيت. شنو نقول لهم؟ دروا ليا المدينه. دازت 24 ساعه ما رجعت عندهم، طلعت لي في هرهوره، طلعت لي في تماره، طلعوا لي جوج في الرباط، وطلعوا لي اراضي اخرين. ولكن باش نزيد نعرف خصك تخلص، وانا ما فحاليش ما عنديش. يعني الا بغيتي تعرف غير العنوان ديالها اولا تعرف اشنا هي، ما خصك تخلص، وانا ما عنديش. واي غلط درتيه في التصحيح ولا هذه كتخلص عليه، وانا ما فحاليش. ما انا يلاه كنعاون الوالده ديالي. هاد الورقه ديال البنكه كيفاش جاي؟ اسيدي هاد الورقه ديال البنكه اش نقول لك؟ مؤخرا من عيطات الوالده الخوادري ديالها كانت تحتاج شي فلوس، قالت لي ودي زعما اعطيني شي حاجه باش نقضي شي، يجي خويا من برا ونتحاسبوا. بدا شي عارفه في التليفون، مي بدا شي عارفه في التليفون. قلت لها اش من وكاله درتي لها الوالده؟ قالت لي انا ما عرفتش. مشينا للمقاطعه جبدنا الوكاله اللي دايره لي، لقينا وكاله بنكيه. مشينا فسخناها ودينا للبنكه بعون قضائي،
ولكن دابا المودي مش مشاو لعندو، هذاك هو الامل الوحيد اللي عندنا، هي الفلوس ديال البنكه، هي باش زعما نجيرو الامور، ما بغاوش يخرجوها. دابا المدير ديال البنكه تا هو ملي كنمشيو عندو كيستهزأ بينا، والفلوس ديال با تمايا قالت لي عطيني الكشف الحساب ديالو، ما تيبغيش يعطي ليا، ما تيبغيش يهضر معاك كاع. هاد الكراوات وهادشي اللي تاخذو ديال المحلات وهادشي شنو كيعطيوها شي حاجه ما تيعطيوهاش؟ ما كتاخذ حتى حاجه، درهم درهم. ها هو في هاد رمضان هذا والله ما عندنا، والله ما عيطوا ليها والو والو، ما تشد حتى حاجه، راه كتفوت 3 3 مليون في الشهر. هادشي هادي اللي عارفين ديال الكرا، وعاد خلي عليك الدول اللي ما عارفينش. من مشينا للبلاصه فين ساكن با، يعني اكتشفنا حنا عنده محلات، عنده 4 ديال المحلات، ومؤخرا سمعنا قسموا بيناتهم، داروا قرعه وقسموا بيناتهم، وهي ما كايناش. كيفاش قسموا بيناتهم وهي ما كايناش؟ وعاد واحد الدار تندوز من حداه وانا ما عارفاش بنا ديالو، حتى قالوا لي الناس هذه الدار هي ديالو، يعني تما انا صافي راه بحال شديتيني شليتيني. هما دابا هاد الاخوه هما ثلاثه والاخت حتى هي ديالهم اللي هما خوالك كاملين، ما حاولوش يصفيو مع الامور؟ شنو الجواب ديالهم؟ واش هاد عدد المتطلبات هي كاينه اللي درتو باش كل واحد يدي الحق ديالو، شنو كيقولوا هما؟ مي كتهضر معاهم على هاد الشيء هذا ما تيبغيش يتصنت لك، تيقول لك سير جري طوالك، هاد العباره هادي ما باغيش يدير معاك حتى حل، تيقول لك لا قدتي عليا جري امورك، هاد العباره هادي. الله يفرج عليك يا ربي، وانا معاك زعما. انت دابا لقيتي هادشي عند الاب، وهاد المحل قلتي انت مهدده، قالك تخويه حقك ما عطاوش ليك، علاش ما درتيش القانون؟ قانون لمشيت عند القانون خص الفلوس، وكاينه ما عنديش، تنطلب من الناس ومن من الاستاذه ليلى واستاذه زينب وقفوا معايا، ما عنديش، راه ربي اللي عالم وعارف، كو كان عندي ما غادي ندير حتى شي حاجه، غنمشي للمحكمه وغادي ندعيهم وغادي نجيب شغلي وغادي ندير كل شيء، ولكن راه ما عنديش، راه ربي اللي شايف وعالم، راه ما عنديش. الله يفرج عليك يا ربي يا ربي. شي كلمه اخيره ولا شي حاجه اللي بغيتي تزيدها في الموضوع قبل ما نختم؟ واش غنقول لك؟ راه يعني ملي كتشوف الام ديالك شي قصيوه بحال هكا، راه يبقى فيك الحال صراحة، عشان يبقى فيك الحال وبزاف. هما يا كتشوفهم هما كيشدوا الكراوة تيتبرعوا، مخلي لهم الطوموبيل دايرة فوق 80 مليون، تيتبرعوا بها وتيدوزوا وتيضحكوا عليك، يعني راه الله يفرج عليكم يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا القصة كما قلت في السابق، القمة في الغرابة. هاد العائلة، هاد الأم إذا صح التعبير، عندها بنية وعندها وليد، وهو اللي جالس حدايا، ولكن الاخوه ديالها حسب التصريح ديالها راهم راي اخر. هي النداء ديالها وجهاته للاستاذه زينب خيار، لعدد كبير من المغاربه تتبعوا الملفات ديالها اللي بطبيعه الحال في الملف ديال تامي بناني، وكذلك في ديال سناء 12 سنه، وملفات كبرى اللي متبعه الراي العام. مشاهدينا الكرام، النداء ديالنا للاستاذه زينب وكذلك الاستاذه ليلى انهم يتموا بهذه العائله في اطار اللي هو مشروع في الاول، انهم يشوفوا هذا الملف في الاطار القانوني، وكذلك لما لا يكون شي صلح في خير، وتصفى الامور بطريقه عقلانيه يرضى عليها الله تعالى والقانون. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.